السيد رئيس الجمهورية ليتابع شخصيا مدى التكفل بعوائل الضحايا على الحرائق الأخيرة، وتواصلا لزيارات الميدانية للولايات المتضررة من الحرائق. نصل اليوم إلى ولاية جلمة لتقديم واجب العزاء لعوائل الضحايا والوقوف على مدى التكفل خاصة النفسي نظرا للآثار النفسية السلبية لهذه الفاجعة. في الحقيقة فيه يعني تنسيق ما بين السلطات المحلية وكذلك المجتمع المدني وكذلك الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني، ليتكونوا من أطباء وأطباء نفسانيين لمتابعة وضعية هذه العوائل.